السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. ثم اما بعد، فالحقيقة يا جماعة يعني كان في الطريق اليكم المفترض يعني درس عن النار، يعني كان نية والعزم على ان احنا نتكلم الاسبوع ده عن جهنم، لان الواحد لاحظ بصراحة ان في ناس يعني ايه اتكلمنا عن الموت واتكلمنا عن القيامة، نجيب لاخر الموضوع بقى، ولكن للأسف الشديد يعني ابتليت في الليلة السابقة في العمارة اللي قدامنا بفرح، وعملوا الفرح في الحياة في الشقة يعني، فالحمد لله سمعت اغاني القرن الواحد والعشرين كلها بفضل الله، يعني الاغاني الشعبية والاغاني الدينية والاغاني الوطنية والاغاني كل الاغاني العاطفية وغير العاطفية شغلت من امبارح لغاية النهاردة. وكان في العمارة اللي جنبهم كمان واحد حبي يجامل فعملوا كمان ايه فكانت الشارع كله افراح بليلة الامس يعني. يعني طبعا يعني عزفت عن فكرة النار لان الواحد خلاص كان دماغه يعني وصلت لحالة يعني لغاية نص الليل وهم شغالين هذا الكلام، وقررت ان انا الليلة باذن الله سبحانه وتعالى اتكلم معكم في موضوع كنت متردد ان انا اتكلم فيه، ولكن حسيت ان والله يا جماعة توجيه من ربنا ان انا اتكلم فيه الليلة. الموضوع ده قد يكون صعب شوية، قد يكون معانيه عالية جدا، ولكن لا يتوقف على كون اللي قاعد قدامي ملتزم جديد او بقاله زمان او معانا من فترة او لسه جاي المرة دي اول مرة. الموضوع ده عايز واحد عنده قلب. المعاني اللي هكلمكم عنها النهاردة يا جماعة دي المعاني اللي انا نفسي كنت عايش فيها ايام الكلية، معاني فعلا كانت مالية عليا حياتي ايام الكلية، يعني دي مش مجرد كلمات قرأتها، دي حاجات عشتها. وكل خير في الدنيا او في الدين الواحد وصل اليه بفضل الله ومنة الله بيرجع الى هذه الكلمات اللي هنتكلم عنها الليلة. يعني من الاخر يا جماعة درس النهاردة خطير جدا بالنسبة لاي واحد عايز يصل في الطريق لله. فعلا اي حد عايز يصل في الطريق لله، اي حد عايز يرتقي لاعلى مقامات الدين، اي واحد جاي وعايز يلتزم بس عايز يلتزم صح ويصل لاعلى درجات الالتزام، درس الليلة يا جماعة خطير جدا بالنسبة له. يعني هنرتبه في اربع عناصر عشان نقدر نلم الموضوع. يعني العنصر الاول او الموضوع الاول هنتكلم عنه بطولات مبهرة، وبعد كده ان نحن الا بشر مثلكم، وبعد كده والى ربك فارغب، وبعد كده فبهداه مقتده. بطولات مبهرة، كل كلمة هتقرأها في قصص الانبياء في القرآن، كل جملة خرجت من فم نبي من الانبياء في القرآن لما تيجي تبصلها كده وتحللها وتشوف دلالتها على المعاني الايمانية اللي كانت في قلبه وهو بيقولها، هتحس ان كل كلمات الانبياء في القرآن يا جماعة كل كلمة عايزة محاضرة. فعلا بطولات، كلماتهم تنم الناس كان مستوى الايماني شكله ايه. يعني شوفوا الكلمة اللي قالها سيدنا موسى في سورة الشعراء، فلما تراءى الجمعان قال اصحاب موسى انا لمدركون، خلاص مفيش فايدة، فرعون من ورانا والبحر من قدامنا، يا هنغرق يا هنتذبح هنا. قال كلا ان معي ربي، كلا ان معي ربي سيهدين. الكلمة البسيطة دي، التلات اربع كلمات اللي خرجوا من فم سيدنا موسى. عايزين نركز يا جماعة، عايزين درس الليلة ده فعلا نركز بقلوبنا قدر ما نستطيع، لانها والله يا جماعة يعني اعلم الله ان انا حريص عليكم قد ايه وبتمنى لكم الخير قد ايه. فدرس النهاردة معنيه فعلا مهمة جدا بالنسبة لاي حد عايز يصل في الطريق لله. كلا ان معي ربي سيهدين، تلات اربع كلمات. جاب كلمة كلا دي منين؟ كلمة كلا دي جابها منين؟ يعني كلا، ان كلا ده يعني هذا لا يكون ابدا، زي ما ربنا يقول كده كلا سيعلمون. يعني سيدنا موسى بيقولهم لا يمكن ابدا، لا يمكن ايه ده، كل الاسباب انقطعت، لا يمكن ايه ده، البحر من قدامك وفرعون من وراك، لا يمكن ايه ده، الجمعين فرقوا، خلاص هذا لا يكون ابدا. طب جبت الثقه دي منين يا موسى؟ هتفضلوا ماسكين لغايه امتى يا جماعه؟ اما تبتلى ابتلاء والاسباب تفضل تنقطع سبب ورا سبب، هتفضل ماسك لغايه امتى؟ اما موسى رمت ابنها في البحر، البحر فضل يشيلوا موجة ورا موجة لغاية ما وصل لغاية ايدين فرعون، فضلت واثقة لغاية امتى؟ هتفضلوا واثقين في الله مهما كانت اللوحة، مهما كان الابتلاء اللي انت عايش فيه ابتلاء مظلم لغاية امتى؟ هنفضل واثقين في الله ولا مش هنفضل واثقين في الله لما ربنا يبتلينا؟ لما الاسباب تنقطع، كلا هذا لا يكون ابدا. جبت الكلمة دي منين يا موسى؟ فاول سورة الشعراء واذ نادى ربك موسى ان ائت القوم الظالمين، قوم فرعون الا يتقون، روح لقوم فرعون يا موسى. قال رب اني اخاف، رب انا خايف، خايف من ايه؟ رب اني اخاف ان يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فارسل الى هارون، ولهم علي ذنب فاخاف، ثاني خايف فاخاف ان يقتلون، قال كلا انا معكم مستمعون، فذهب بآياتنا إن معكم مستمعون. كلمة كلا اللي ربنا قالها له قرر
خلاص في قلب سيدنا موسى، وفضلت سنين طويلة في قلب سيدنا موسى طول ما هو بيواجه فرعون، لغاية ما اتحط في الموقف ده الكلمة اللي ربنا قالها له من سنين فضلت في قلبه، محفورة في قلبه، قلبه شربها وطلعت على لسانه في الموقف ده. يا جماعة الموضوع دي والكلمة دي الحرف ده هو بيفتح باب سؤالين في غاية الأهمية. قلبك بيحفظ قد ايه من الحق؟ يعني ايه قلب بيحفظ قد ايه من الحق؟ يعني انت دلوقتي الاخ انت امبارح قرات القران، اه والله قرات، قرات ايه؟ قرات سوره هود. ايه اكثر ايه اثرت فيك في سوره هود؟ والله اصل انا معلش مش حافظ سوره هود. جمال ده بالشخص. قال لك انت ايه اكثر كلمه اثرت فيك الاسبوع اللي فات؟ مش عارف. انت حضرت خطبه الجمعه النهارده؟ اه والله الشيخ الخطبه ده كانت خطبه ما شاء الله ما حصلتش، جميله جميله جدا. قال ايه؟ مش فاكر والله قال ايه، بس كانت خطبه جميله وخلاص. ايه اللي انت فاكره منها؟ قلبك بيحفظ قد ايه من الحق يا جماعه؟ قلوبنا بتحفظ قد ايه من الحق؟ لما ربنا قال لسيدنا محمد سنقرئك فلا تنسى، يعني اي كلمه تسمعها عن ربنا ما تنساهاش ابدا. دي معجزة سيدنا محمد، انما احنا ممكن ننال قسط منها. انت ممكن لما تسمع كلام عن ربنا ما تنساهوش، ممكن لما تسمع كلام عن القرآن ما تنساهوش. ليه؟ لو قلبك ده قلب طاهر، قلبك بيحفظ قد ايه الحق، واللي بيحفظه بيحفظه قد ايه بقى. في واحد بيقع مننا يوم الاثنين، بيجي يوم الجمعة يتشحت، السبت الحد يوم الاثنين يقع، ده احنا مخصمينه النهاردة. الشيخ اللي بيقع مننا في يوم الاثنين ده، قال لا في واحد بيقع يا جماعه في النص، في واحد ممكن يسمع خطبة على الاخلاص، الاخلاص في قلبه يبقى في السماء يوم اثنين بالظبط والمعاني كلها تضيع. في واحد ممكن يسمع شريط عن اليقين ولا التوكل، التوكل في قلبه يبقى في السماء يوم اثنين والكلام ده كله يضيع. قال لا قلبك بيحفظ الحق قد ايه. انت امبارح ممكن تقرا من ايه الدموع بتاعتك ده تنزل على عينيك وانت بتسمعها في الصلاه وبتقراها، يوم اثنين تيجي تقرا نفس الايه او تسمعها تلاقي كل ده راح. قال ايه السبب يا جماعه؟ ليه قلوبنا ما بتحفظش الحق؟ وليه الجزء اللي بيجي في قلوبنا من معاني الايمان بيروح بسرعه؟ احنا عاملين يا جماعه زي واحد ماسك جراب مثقوب، كل ما يملى ميه يجي يبص ثاني يوم يلاقي الميه راحت. قال ايه اللي بيخلي الميه تروح؟ ايه اللي بيخليها؟ ان احنا يا جماعه عاملين زي واحد شايل شوال مثقوب على ظهره وماشي عادي، عبي ويجري، عبي ويجري، عبي ويجري، يجي اخر الطريق يبص يلاقي الشوال فاضي. ليه؟ كان بيعبي والشوال المثقوب الثقب بيوقع اللي هو بيعبي. هو بيجي يعمل طاعات، بس لما يخرج بيحصل ايه؟ المعاصي، المعاصي بتوقع منه كل الاثر القلب اللي هو عمله. فالمقصد يا جماعه سيدنا موسى الكلمه اللي ربنا قالها له قلبه حفظها وخرجت على لسانه نفس الكلمه اللي ربنا قالها له. قال له طب انت لما ربنا بيكلمك في القران، وانت لما ربنا بيكلمك في القران قلبك بيحفظ قد ايه من كلام الله؟ هل انت قلبك قلب قراني؟ يعني لما تيجي ليله كده هايم عايز تقوم الليل ومكسل تقول يا ايها المزمل قم، تقوم تنشف كده وتفوق، نازل تروح تابع واحد صاحبك ومكسل وتعبان انام ولا انزل ولا يا ايها المدثر قم، تقوم تنشط وتفوق. القران بيمثل شعارات لحياتك، كل ما تفتكر ايه من القران كده جايه تختابي واحده صاحبتك ولا حاجه، تفتكري ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد، لا لا خلاص مش هتكلم في سيره حد، واحده بتحبها ولا حاجه وعارف ان حرام انك تمشي معاها ولازم ابعد عنها، تقوم طب وبعدين طب احسن تروح مني انا رادوه اليك. قال لا يبقى اذا يا جماعه ازاي القران يبقى هو شعارات حياتنا؟ ازاي القرآن يبقى نبرات حياتنا؟ الفجر ليلة الامتحان هنزل اصلي هوايع نص ساعة ولا ساعة الا ربع، فاي الفريقين احق بالامن؟ اقبل ولا تخف، راجع من الامتحان ولسه خارج، وعجلت اليك رب لترضى. قال لك ازاي انك انت القرآن، ازاي بقى قلبك قلب قرآني؟ عايزين النقطة دي تظهر يا جماعة. كلمة كلا اللي سيدنا موسى قالها دي بتفتح باب الموضوع ده عندنا، ازاي قلوبنا تبقى قلوب قرآنية؟ ازاي نيجي هنا الايمانيات اللي تتحقق في صدورنا لما بنيجي في درس او بنسمع شريط او بنقرا قران او بنصلي قيام ليل، ازاي تثبت في قلوبنا؟ ازاي الايمان بعد ما دخل ما يخرجش؟ ازاي الحزم على الالتزام والثبات والتقدم بعد ما جه ما يروحش وما يتصرفش مننا؟ قال كلا ان معي ربي سيهدين. قال لا سيهدين، فاوحينا اليه ان اضرب بعصاك البحر. سيدنا موسى ما كانش عارف انه يضرب بعصا البحر، يعني انت خارج ومضحي بكل اللي معاك وبنفسك وانت مش عارف انت هتنجو باي طريقه، ثقة في الله سبحانه وتعالى. لو كان ربنا قال له العصاية هي اللي هتشق البحر كان قلبه تعلق بالعصا. الله يا جماعة بيحافظ على قلوبنا. الله ممكن في ابتلاء من الابتلاءات تلجأ لكل الاسباب يقفلها في وشك. ليه؟ عشان لو لجأت للاسباب ونسيته هيدخل في قلبك ان من غير الله ممكن الاسباب تنفع او تضر. فالله بيحافظ على قلبك. قال له عشان كده سيدنا ابراهيم ربنا ما رضاش ان المطر يطفي النار. ليه؟ عشان سيدنا ابراهيم ما يدخلش في قلبه الاسباب. نفس القضية نفس السبب بالظبط.
يعني قال كلا إن معي ربي. أصحاب موسى لما تراء الجمعان قالوا إيه؟ إنا لمدركون، خلاص ملحوقين ملحوقين لا محالة. سيدنا موسى قال كلا. ليه يا جماعة؟ إيه الفجوة الهائلة اللي ما بين أصحاب موسى وموسى دي؟ لأن مين اللي رب أصحاب موسى؟ موسى. إنما مين اللي رب موسى؟ الله. يبقى لما الله هو اللي يربيك هتبقى نموذج ثابت امام اي محنة واي فتنة. وخدوا بالكم يا جماعة، اصحاب موسى يعني في من اصحاب موسى ناس فتنوا، في مننا ناس قاعدين معانا الوقت يا جماعة ممكن يفتنوا في اي لحظة، في ناس بتيجي معانا كل ليلة يا جماعة كل درس ولو واحدة بعتت له مستمع المحمول يقع، في ناس بتيجي معانا يا جماعة ولو جاله شغلانة مش هيصلي في الجماعة والصاحب العمل امر ان هو ما يصليش في جماعة عشان مصلحة العمل ولا عشان يقف في العمل هيوافق، في اخوات بييجوا معانا كل جمعة يا جماعة ولو جالها واحد غير ملتزم وحاولت انها تصلحه وما انصلحش هتتجوزه برضه هو عارفة وهي عارفة ان هو ممكن يضلها دمة. يبقى في ناس منا ممكن تفتن، في ناس ممكن تفتن. قال اصحاب موسى انا لمدركون. طب ازاي تكون ثابت؟ ازاي تكون زي سيدنا موسى واحد في وسط الصف كله هو سبب في ثبات الصف كله؟ ازاي تبقى انت انسان ثابت لدرجة ان لو شلتك كلها هتقع انت اللي تقف وتثبته، انت اللي تقف وتذكرهم؟ قال له طب ونشوف كده الصحراء لما يعني فرعون بيقول لهم لا اصلبنكم في جذوع النخل، قال له قالوا له ايه يا جماعه لما قال لهم ولا تعلمون اينا اشد عذابا وابقى، ولما فرعون هددهم قالوا له ايه صوره الصحراء؟ قالوا لا ضير. لا ضير، عايزين نقارن بين كلمه لا ضير اللي الصحراء قالوها لما فرعون هددهم بالاكل وكلمه كلا اللي موسى قالها لما فرعون هدده بالاكل؟ عارفين عامله زي ايه بالظبط؟ زي ما لسه الامتحان كده، انت لسه صاحي الصبح بقى يوم الامتحان اليوم اللي قبل الامتحان وعايز تذاكر وعايز تلم المعلومات ويا دوبك بالعافيه بتلحق، وانت لسه جاي تذاكر حصل مشكله كبيره جدا، مثلا واحد غير مسلم وجالك لغايه عندك قال لك انت لو خليتني في الاسلام الوقت انا ممكن ادخل في الاسلام، خلاص الراجل ممكن يسافر بعد كده وما تشوفوش، يعني بالاخر انت ملزم انك تكلم الراجل ده في الدين، قعدت تاخد معاه وتدي معاه وتكلمه في الدين وتكلمه في الاسلام على الساعه 12 بالليل كان شاهد الشهادتين. روحت الساعة 12 بالليل وجيت تفتح الكتاب وبتقول بسم الله الرحمن الرحيم المبدأ بقى، فدخل عليك واحد قالك انت بتعمل ايه؟ قلت له انا بذاكر. بذاكر ايه يا ابني؟ بقابلني انت جاي الوقت تقول لي بذاكر؟ في واحد هنا هيقول له ايه؟ لا ضير. يعني ايه لا ضير؟ يعني اسقط، نجحت، المهم ان انا اديت حق الله، هي دي كلمة لا ضير. يعني قتلتنا ما قتلتناش، المهم ان احنا راجعين لله. سيدنا موسى ما قالش كده يا جماعة، سيدنا موسى عمل زي الطالب ده، هو لما يجي يقول له انت هتسقط يقول له كلا. يعني ايه كلا؟ لا يمكن اسقط ابدا. يعني ايه الله معايا؟ يعني ايه الله معاك؟ الله معايا يعني لا يمكن يحصل لي حاجه. لا لا، طب ما انت ممكن تقول ربنا معايا ويحصل لك مشكله، ما هو امتى يبقى الله معاك؟ ازاي يبقى الله معاك وانت بتسمع الاذان وما بتنزلش تصلي في الجامع؟ ازاي يبقى الله معاك وانت ما بتقومش الليل؟ ازاي تبقى معيه الله معاك وانت هموم الدنيا خطر في قلبك عن ربنا؟ امتى يبقى الله معاك؟ عشان كده ده الفرق بين حسن الظن في الله والغرور في الله. انا عارف ان الكلام قد يكون تقيل شويه ولكن كلام مهم يا جماعه، كلام مهم جدا. في فرق بين حسن الظن في الله والغرور في الله. حسن الظن انك راجل مجتهد في الدين وبتقول الله معايا، الغرور في الله انك انت راجل سطر وسطر وبتقول ايه؟ الله مش هيسيبني ابدا. طب جبتها منين؟ ولقيت الله هتتنزل عليك ازاي وانت في هذه الحاله؟ في هذه الحاله في ناس حياتها فلاش، شوية نور وشوية ضلمة يا جماعة. قال كلا إن معي ربي سيهدين. طب الصحراء لما قالوا لضير قالوا لضير ليه؟ سيدنا موسى لما قال كلا يا جماعة قال كلا لأنه قال إن معي مين؟ ربي. معرفة الله، معرفة الله هي الحاجة اللي لما تيجي في قلبك تخلي مهما كانت صورة الواقع اللي حواليك سودة ما تفقدش ثقتك ابدا في الفرق ابدا. يعني ايه؟ انا شاب بكبر في السن وتخرجت واهلي على قد حالهم ومش لاقي شغل وبقالي كذا سنة بعد ما اتخرجت هتيجي يصرفوا عليا، انا خلاص مش ممكن الاقي وظيفة. الله قادر يا ابني، الله قادر. طب انا بنت وخلاص خلصت الكلية وبقالي كذا سنة ومحدش يتقدم لي ومستوى الجمال مش عالي واهلي مش اغنياء وصحباتي كلهم قاعدين لسه ما اتجوزوش وشكلي كده مش هتجوز. الله قادر يا اختي يا جماعة، الله قادر. قدرة الله دي نظارة بتلبسها بتبص بيها
عليها على اي كرب او ابتلاء بعين الثقة في قدرة الله وفي رحمة الله وفي لطف الله. قال لا ما نفدت كلمات الله وسائل لا الانفاس مشيته لا يمكن تنفذ. انت عشان تنجح لازم تذاكر. في سكة تانية غير المذاكرة تنجح بيها؟ ما في سكة تانية. انما عشان الله ينجحك لا في سكة كتير. ممكن ليلة الامتحان يفتح لك نفسك للمذاكرة ويخليك تذاكر سؤالين ثلاثة كده هم اللي يجولك في الامتحان. ممكن ولا لا؟ ممكن. ممكن والراجل المصحح بيصحح لك ورقتك بنته يجي لها عريس وهو بيصححها ولا حاجة يقول ما شاء الله والله اللي نجحه. خلاص انجحه. ممكن يرتب لك انك تقعد في اللجنة جنب واحد دحيح ولا حاجة ما شاء الله خلاص ينجحك برضه. ممكن كل حاجة يا جماعة. ممكن ورقة تاخده ضيعة تاخد الورقة الدرجة النهائية. ممكن كل حاجة تحصل لما الله يريد شيء وسائل انفاس مشيئة الله لا تنفذ. عايزين نثق في قدرة الله يا جماعة. لانك لو بصيت لوقع المسلمين الوقت والعراق وافغانستان وفلسطين والشيشان وكشمير تقول لا يمكن الامة دي تقوم تاني. انما لو انت واثق في الله تقول كلا الله لا يمكن يسيب دينه ابدا. عايزين الثقة دي تبقى عندنا. بنقول الكلام ده ليه؟ بنقول الكلام ده حوالين الكلمة الصغيرة. الكلمة دي لسه فيها معاني كتير. انما انا بقول الكلام ده ليه؟ انا بقول لكم يا جماعة ان كل كلمة صغيرة نبي قالها ممكن نخرج منها المعاني لا حصر لها. انا عايز يا جماعة افتح لكم عينيكم على فين على ان في ايدينا كنز احنا مش حاسين بيه. على ان في ايدينا كتاب الجملة الواحدة منه ممكن تعيشك سنة كاملة في حياة قلب كاملة مع الله. انا عايز اقول لكم يا جماعة ان القرآن ده كنز خطير في ايدينا. قال لك بصوا لقصص الانبياء وشوفوا بطولات الانبياء. شوف سيدنا ابراهيم كده. سيدنا ابراهيم ده تعرض للموت كام مرة واليقين بالله هو اللي نجاه. ايه اول مرة عدتوا معايا لما حطم الاصنام صح ولا لا؟ ما هو تحطيم الاصنام ده دي الرموز المقدسة بتاعت قومه. يبقى اذا كانت جريمة لا يوجد عقوبة في اي قوم من الاقوام على مدى التاريخ عليها الا الاعدام. يبقى اول حاجة وربنا نجاب اليقين. تاني حاجة ترمى في النار. واحد يترمى في النار ويطلع يا جماعة. عمرك سبحان الله اليقين يا جماعة. اليقين اليقين اللي في قلب سيدنا ابراهيم كان زي الشمس المتوهجة. الشمس هي اللي تحرق النار مش النار هي اللي تحرق الشمس. فتاني مرة تعرض للموت واليقين نجاه. ابنه تعرض للموت لما حط السكين على رقبته واليقين نجا ابنه. ابنه ومراته اتحطوا في الصحراء واليقين وحسن الظن في الله نجاهم وفجر لهم ربنا بئر غمزة. وبعد كل ده وقف في وش النمرود يقول للنمرود النمرود ده ايه ده ملك ملك ده مش واحد عادي يعني زيه زيك كده. طب ملك يعني طيب كده وعلى قد حاله زي لا 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 ده ملك كان من اللي ملكوا الارض كلها. قال لا طب كان ده كان ملك ظالم ظالم ده كان ملك كافر. قال لا ملك وملك عظيم وظالم وكافر ومدعي الالوهية كمان سبحان ربي. وابراهيم واقف قدامه لوحده بيقول له ان الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. قال لا ايه يا جماعة اليقين ده ايه ده مرض ما عملش في حاجة زي يقين سيدنا ابراهيم. وكل ده وهو لوحده. وكل ده واهل الارض كلهم في وشه شايفين الثبات. شايفين القرآن لما تتربى عليه رب فيك يقين شكله ايه وثبات شكله ايه. او ده ثبات سيدنا ابراهيم اللي ربنا بيربينا عليه. المقصد بعد كل ده عايزين نقول ايه؟ عايزين نقول ان دي بطولات مبهرة. كل ما هتقرأ في قصص الانبياء هتلاقي زيها. ولكن ان نحن الا بشر مثلكم. في وسط البطولات ده هتلاقي كلمات غريبة جدا. تلاقي ربنا بيقول على سيدنا يونس اذ ابق الى الفلك المشحون. ابق. الله بيقول على نبي ابق. سبحان الله ده الابق ده العبد اللي بيهرب من سيده ومولاه. ده عشان ذنب واحد يا جماعة. ده عشان ذنب واحد يا شباب. عشان ذنب واحد يا اخوات. ذنب واحد. ربنا قال على نبي من الانبياء ابق. امال اللي قاعدين يعصوا ربنا ليل نهار ربنا يقول عليهم ايه؟ كم مرة ابقت عن طاعة الله سبحانه وتعالى في ليل ولا في النهار؟ كم مرة يا جماعة ابقنا عن طاعة الله سبحانه وتعالى؟ اذ ابق الكلمة دي في وسط البطولات دي تلاقي ربنا سبحانه وتعالى سيدنا موسى اللي قعدنا نتكلم عنه دلوقتي رب اني اخاف. نبي بيقول رب اني اخاف. نلاقي في وسط البطولات دي سيدنا يعقوب بيقول واخاف ان ياكله الذئب. ونلاقي سيدنا يوسف بيقول اذكرني عند ربك. قال لا ليه يا جماعة ليه ربنا حط الكلمات دي وسط البطولات دي؟ ما كان ربنا يسيبها بطولات وخلاص. ما كانت تتساب كده وخلاص يا جماعة. ليه ربنا حط دي وسط دي؟ حكمة لازم نفكر فيها. عشان ربنا يقول لنا انهم بشر. عشان ربنا يقول لنا يا جماعة انهم بشر. ما وصلوش للمقامات العالية دي غير بعد ما كافحهم وتعبوا في طريق طويل يا جماعة. يا جماعة وراء كلا ان معي ربي سيهدين
طريق طويل طويل من اول ما سيدنا موسى ربنا قال له قطع عصاك لقى تعبان طلع يجري ربنا قال له اقبل ولا تخف بعد كده ربنا قال له اذهب الى فرعون ما طلعش يجري بس قال له ربي اني اخاف قال له روح وما تخافش راح لفرعون لقى فرعون ما عملوش حاجه الصبه ازدادت اكتر واكتر وبعد كده ربنا امر انه يواجه الصحراء راح للصحراء لقاهم القوا عصيهم وحبالهم سحروا اعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم فاوجس في نفسه خيفة موسى اول مرة طلع يجري من الخوف تاني مرة قال انا خايف تالت مرة الخوف بقى مجرد واجز في الصدر فلما القى عصاه ولقفت ما صنعه اليقين والثقة الكاملة جت في قلبه ان طول ما الله معاه لا يمكن ابدا اي ضرر يصيبه يا جماعة لو اللي موجهك للامر ده الله لا يمكن ضرر يصيبك يا اختي في الله لو اللي بيقولك اتحجبي احجاب شرع سليم الله لا يمكن ابدا جوازك يتاخر بسبب تطبيق امر الله يا جماعه تطبيق امر الله بتعجل تفك كرباتنا الدنيويه والله ما بتاخرنا ده سوء الظن في الله هو اللي بيأخرنا يا جماعه قال بعد كده ربنا بقى لما يقول له اخرج بقى بني اسرائيل ويلاقي البحر من قدامه فرعون من وراه يقول كلا ان معي يا ربي اليقين الكامل خلاص وراء كلا ان معي يا ربي دي طريق طويل قطع سيدنا موسى وراء لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين عشان تخرج من بؤر سيدنا يونس في هذه الظلمات وهذه الوحشه طريق طويل يا جماعه وراء ان سيدنا محمد كان يقوم الليل حتى تتفطر قدمه طريق طويل مره قرات لاحد الشيوخ يعني الشيوخ الاجانب يعني بيقول ان يعني سيدنا محمد كان عامل زي الكمبيوتر لما اي مشكله تعني ليه يتك على الزرار ينزل له الوحي ايه يا جماعه ده يا جماعه ده تصوير لشخصيه الانبياء يا جماعه الانبياء كفوا عشان يوصلوا للمقامات دي يا جماعه النبي كان ممكن يقوم كده عشان يقوم الليل يلاقي نفسه عايز ينام ويجاهد نفسه كان ممكن والنبي صايم يعطس ويبقى نفسه يشرب ويجاهد نفسه يا جماعه الانبياء تعبوا عشان يوصلوا يعني مفيش اصطفاء واختيار ربنا ليهم فيه يا جماعه ولكن في عنصر اساسي وقوي جدا والقران وصفه باسهاب لا يمكن نجمله وهو انهم بذلوا عشان يوصلوا يعني ايه يعني انا عايز اقول لكم ان الطريق اللي هم مشوه ده احنا عايزين نمشي فيه طب ما احنا عقبال ما نوصل للي وصلوا له لا هنوصل لدرجه من اللي وصلوا لها مش هنوصل ليقين ابراهيم ولكن هنوصل لدرجه من درجات يقين ابراهيم مش هنوصل لحسن ظن يعقوب ويوسف ولكن هنوصل لدرجه من درجات حسن ظن يعقوب ويوسف عايزين نصل الى الله عايزين نقطع الطريق الى الله طب نقطع الطريق الى الله ازاي نشوف الانبياء قطعوا الطريق الى الله ازاي منين من قصص الانبياء تركزوا معايا بقى لان الدرس هيبدا حالا اهو كل اللي فات ده مقدمه والى ربك فارغب ارغب في قطع الطريق الى الله الطريق الى الله هو يا جماعه هنبدا نقول الحاجات الاساسيه اللي وصلت الانبياء لكل ما وصلوا اليه عشان كل واحد مننا يعرف ايه اللي يعمله عشان يصل الى اعلى مقامات الدين رقم واحد علو الهمه في طلب الحق يعني ايه يعني سيدنا موسى في سوره الكهف لما يقول لا ابرح حتى ابلغ مجمع البحرين مش هدول الراحه مش هدول براح مش استريح مش هدول بق ميه لغايه ما اوصل للمكان اللي ربنا قال لي عليه او امضي حقبا ان شاء الله افضل ماشي مئات السنين ايه ده جبت العزيمه دي منين يا موسى جاب العزيمه دي من علو همته في طلب الحق وفي الوصول الى الله مين فيكم قال لا ابرح حتى احفظ القران لا ابرح حتى اربي قلبي لا ابرح حتى اصل الى درجه ان كل ما اقرا القران ابكي لا ابرح حتى اثبت في قيام الليل لا ابرح حتى ابقى من الذين تتجافى جنوبهم عن المضاجع لا ابرح حتى ابقى من الرجال الذين لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله لا ابرح حتى ابقى من الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم مين من الملتزمين الجدد قال لا ابرح حتى اصل ان انا ما جاهدش نفسي لما اشوف اي معصية ما انا كنت بحبها قبل كده او متعلق بها قبل كده مين فينا يا جماعة عنده العزيمة دي قال لك عايزين يا جماعة الملتزم اللي عنده طموح قال لك اللي رابع بن كعب الاسلامي لما الرسول قال له سلني ما قالوش انا عايز الجنة قال له انا عايز ابقى معاك في الجنة قال لك يا الرسول يلا وغير صحيح قال له لا ابقى معاك في الجنة طموح يا جماعة عايزين الملتزم اللي عنده طموح عايزين الملتزم اللي عندها طموح علو الهمة ده اعلى صفة في تقييمك عند الله سبحانه وتعالى
يعني لو واحد ملتزم مستواه عالي في الدين ولكن همته يعني ايه ما عندوش طموح في الدين، لو واحد ملتزم اقل منه في المستوى ولكن طموحه عالي في الدين ممكن يبقى مقامه اعلى عند الله. عايزين ملتزم طموح يا جماعه، طموح، عنده طموح انه يبقى داعيه، عنده طموح انه يطلب علم، عنده طموح انه يحفظ قران، عنده طموح انه يربي قلبه، عنده طموح في الدين، عندها طموح انها تعلى تصل لاعلى درجات الدين. طول ما عندنا طموح، طول ما انت ليك تقييم عالي عند الله، وانت في طريق الوصول لهذا الطموح تفتكر سيدنا ابراهيم بقى في سورة الانعام: وكذلك نري ابراهيم ملكوت السماوات والارض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل راى كوكبا، ده ربنا؟ لا، يبقى لا احب الافلين، قفل خلاص، لا احب الافلين. فلما راى القمر بازغا قال هذا ربي. قال هو مروحش؟ لا مروحش. طب ما كان يروح نص ساعه ويرجع؟ لا لا. طب كان يريح؟ طب كان ينام؟ لا لا لا. طب كان يروح ويجي بكره؟ لا، طول ما هو ماشي في الطريق لله ما فيش راحه لغايه ما يوصل، وبعد كده يطلع القمر، يفضل يراقب القمر لغايه ما القمر يقفل، يعني من اول الليل لغايه اخره، بعد كده تطلع الشمس ما ينامش وما يستريحش. فلما راى الشمس بازغه قال هذا ربي هذا اكبر. فلما افلت قال يا قوم اني بريء مما تشركون. قعد يراقب النجم لغايه ما طلع وغاب، والقمر لغايه ما طلع وغاب، والشمس لغايه ما طلعت وغابت 24 ساعه، لا اكل ولا نوم ولا راحة ولا شرب عشان يصل الى الله. علو الهمة في طلب الحق، لانه هو عارف هو عايز يوصل لايه. يا جماعة احنا مش عايزين نصحصح عن النار، احنا عايزين نيجي يوم القيامة ملوك. يا جماعة يا جماعة والله لو انا هدفي من الدرس ده اهو ان احنا يعني ايه على قد كده، على قد ما اقصم وخلاص وننجو وخلاص، ثلاث اربع كلام اللي بقوله مش هقوله. احنا عايزين يا جماعة نبقى من ملوك الاخرة، عايزين نبقى من ملوك الجنة، عايزين نبقى من عايزين ما نطقش لحظة رعب واحدة، عايزين من قبل من موت الملائكة تتنزل علينا تبشرنا ان احنا من اهل الجنة، من دولش اي لحظة قلق ولا اي لحظة وجل على الاطلاق. ايه صعبة؟ والله ما صعبة ولا فيها ريحة الصعوبة على الاطلاق. علو الهمة في طلب الحق. رقم اثنين توحيد الوجهة على الله، يعني قصر الهم على مراد الله. ايه قصر الهم على مراد الله؟ بس يا عم الشيخ انت بتقول ايه؟ يعني يبقى كل همك مراد ربنا مني ايه؟ ربنا بيريد مني ايه اعمله؟ يا جماعة من جعل همه هو الله ربنا بيكفيه هم كل شيء. لو جعلت كل همك انك تصل الى الله ربنا يكفيك كل شيء، ربنا يكفيك اي حاجة في الطريق الى الله سبحانه وتعالى. سيدنا ابراهيم بيقول في سورة الانعام: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفة. وجهت وجهي، توحيد الوجهة، لا تتمزق عزمتك ما بين الشواغل والقواطع عن الله، يعني نسيب الدنيا بقى. لا مش تسيب الدنيا. الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول من كانت الدنيا ايه همه. في فرق انك تشتغل في الدنيا وان يبقى الدنيا هي همك. احنا مش عايزين الدنيا تبقى همنا يا جماعة. اشتغل في الدنيا، ذاكر، اعمل اللي انت عايزه، بس ما تبقاش هي همك. في طلبة يا جماعة اللي معطل معظم الطلبة والطالبات عن الدين مش المذاكرة، هم المذاكرة. الطالب اللي بيذاكر ده بالعكس بتلاقي احسن واحد في الدين واكثر واحد وقته فاضل الدين. اللي ما بيذاكرش ده اللي لا بيذاكر ولا بيعمل حاجة في الدين، هو شايل الهم وخلاص. ده واحد بيلعب بقى. العب في الدنيا زي ما انت عايز، ولكن في الدين مفيش لعب. خلي ليك ثوابت في دين الله. يعني ايه ثوابت؟ يعني اعمل ايه؟ خلي ليك ثوابت. رقم واحد ان جهد الاخرة لا يتوقف لاي سبب، ان جهد قطع الطريق الى الله لا يتوقف لاي سبب من الاسباب ابدا. رقم اثنين ان وجهة قلبك تبقى هي الله. الله يبقى هو وجهة قلبك. لما يبقى الله وجهة قلبك هيحصل ايه؟ رقم واحد لا يمكن يعدي عليك يوم من غير ما تقرب لربنا خطوة جديدة. تاني حاجة هذاكر لما ابقى راجل مجتهد في الدين اذاكر. اه والله يا جماعه، اصل الطالب كان ما بيذاكرش قبل الالتزام لان شهوات قلبه مخلياه مش قادر يقعد ساعتين على المكتب على بعضه، مش قادر، عايز ينزل، عايز يتفسح، عايز يتفرج على التلفزيون. الدين بيديك عزيمه وبيديك طاقه وبيديك اراده، فبيخليك هذاكر. يعني هذاكر ليه؟ عشان ابر امي وابويا. هذاكر يعني هذاكر ليه؟ عشان افضي وقت للدين بعد ما اخلص ورد المذاكره بتاعي. وكل ما يبقى وجهة قلبك هي الله هتنال كل خير في الدين والدنيا طول ما انت ماشي في هذا الطريق. يبقى توحيد الوجه على الله. رقم ثلاثة قوة الاقبال على الله. يعني عدم التذبذب والتشتت في الاقبال على الله. يعني ايه الكلام الصعب اللي انت قاعد تقوله ده؟ يعني يا جماعة اقبل ولا تخف، اقبل ولا تخف يا اخي. يا جماعة اقبلوا على دين ربنا. انت خايفين من ربنا، خايفين من طاعة ربنا، خايفين من طريق ربنا اللي كله عطاءات وفتوحات وكرامات وتيسيرات ومنح هداية في الدنيا وفي الاخرة. خايفين من طريق ربنا، اقبل ولا تخف. ممكن طالب يجي يقول لي ولا طالبة انا ما عنديش وقت اربي قلبي، انا ما عنديش وقت اصلح نفسي.
مره حضرت مناقشه ما بين اتنين اخوه وما شاء الله اتنين الوقت ما شاء الله ملتزمين جدا يعني، كانوا هما الاتنين لسه في الاول خالص فقاعدين مع بعض كده، فبداوا ايه يسخنوا شويه على الالتزام يعني، فواحد الاتنين في طب ووراه مذاكره، فواحد من التاني قال للتاني ايه، قال له طب احنا لو التزمنا هنجيب وقت منين، ما احنا مش هنجيب وقت، قال له احنا هنضحك على بعض، وكنا بنجيب وقت للقهوه منين، وكنا بنجيب وقت للرحلات من ده، احنا كنا ليله الامتحان اهلنا بيجيبونا من على القهوه ليله الامتحان، هلا يبقى اشمعنى لقينا وقت للدنيا مش هنلاقي وقت للدين، اوعى تستخسر تدي من وقتك لربنا، اوعى تدي في طول وقتك لربنا يا جماعه، يا جماعه كما انه ما نقص مال من صدقه فما نقص وقت من عباده ابدا، لو انت معاك 100 جنيه وطلعت 10 جنيه لله اتبقى معاك كام؟ 190 جنيه، انت معاك 100 جنيه طلعت 10 يبقى خدوا 100 جنيه، يبقى معاك 90 جنيه، معاك 190 جنيه وطلعت 10 جنيه كمان لله، معاك 280 جنيه، كل ساعة بتطلعها من وقتك في عبادة الله او في حضور درس ربنا بيبارك لك فيها في وقتك 10 ساعات زايدة، يعني لو عايز تزود اليوم 10 ساعات اتعبت ساعة، عايز تزود 20 اتعبت ساعتين، عايز اليوم يبقى 240 ساعة اتعبت 24 ساعة، قال له يبقى اقبل ولا تخف، عارفين سيدنا داود يا جماعة، سيدنا داود سيدنا ادم لما عرضت عليه الخلائق كلها لفت نظره من كل المخلوق من كل البشر وبيص النور اللي بين عينين سيدنا داود، قال له ربنا من هذا يا رب، قال له انه عبد من ذريتك اسمه داود، قال له رب اديله من عمره، اداله 40 سنة من عمره من شدة نور النور اللي طلع من وجه سيدنا داود يا جماعة، سيدنا داود ده كان اعبد البشر، في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صح عن رسول الله، سيدنا داود لما كان النبي يكلم الصحابة عن القيام ويجي يقول لهم افضل القيام، يقول لهم افضل القيام قيام مين؟ داود كان بيقوم ايه طولت الليل، ولما يجي يكلم الصحابة عن الصيام ويجي يكلمه عن افضل الصيام يقول لهم صيام مين؟ داود بيصوم يوم ويفطر يوم، ولما كان ربنا يكلم النبي عن الفكر يقول له اقتدي بمين؟ اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود في الايد انه اواب، كان بيعمل ايه يا رب داود؟ انا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والاشراق، العشي اللي هي من العصر للمغرب ذكر، والاشراق اللي هي جلسة الضحى من الفجر لغاية ما تطلع الشمس ذكر، سيدنا داود كان يوميا يا جماعة بيقعد جلسة الضحى وبيقعد من العصر للمغرب يذكر الله وبيقوم طول الليل وبيصوم يوم ويفطر يوم، وبعد كل ده ملك وراه مملكة مترامية الاطراف ونبي وراه دعوته وتربيته للاهل الايمان، لا وبعد كل ده كان نبي الله داود بياكل منين؟ من عمل يده، لا كمان، وكان سيدنا داود ده ما كانش بينام بقى، ده كان بينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام ايه؟ صدقه ده كان بينام كل ده وبيشتغل، مين يا جماعه اللي اعانه وسدده يا جماعه؟ مره كنت بكلم واحد عن سيدنا داود وانا منبهر بيه كده، فبقول له اتعلمت ايه بقى من سيدنا داود؟ قال لي اتعلمت ان انا انام كويس بقى. قال لي خلاص ربنا يمشيها لي، يا جماعه ليه ربنا اعان سيدنا داود وسدده في الوقت الباقي ده خلاه يعمل كل المهام اللي وراه؟ احسب عمرك بيضاع قد ايه؟ انت تلات ارباع عمرك بيضاع في التجارب الخاطئه والاختيارات الخاطئه، وقت مذاكرتك ثلثه بيضيع في تصوير المذكرات وفي الاخر تكتشف انها مذكرات مش كويسه وترجع تصور تاني، وثلثه بيضيع انك بتذاكر حاجات ما بتلحقش تراجعها ليله الامتحان وبتنساها ولو جات لك في الامتحان ما تفتكرهاش، والثلث الثالث بيضيع انك بتذاكر حاجات ما لهاش لازمه اصلا وما بتجيش في الامتحان. قال وممكن يجي لك دور برد تقعد اسبوع نايم في السرير قبل الامتحان، يا جماعه عمرك ممكن يضيع وانت مش حاسس، والله لو انت مع الله الله يبارك ليك في عمرك، شوف ربنا ادى سيدنا داود ايه؟ وشددنا ملكه، قال ربنا هو اللي حمل الملك بتاعه، واتيناه الحكمه وفصل الخطاب، عبد الرحمن بن عوف، السيده عائشه بتقول له يعني 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 الاغنياء هيدخلوا الجنه حبوا، فبيقولها وماذا افعل؟ اذا كنت كلما انفقت 100 اخلف الله علي الفا، قال له مش وضع عطاء الله، سيدنا عبد الرحمن بن عوف كان بيقول ظننت اني لو رفعت حجرا لوجدت تحته ذهبا، طول ما انت مع الله ايه، فعايزين يا جماعه نفهم قول الله فاي الفريقين احق بالامن، مركزين يا جماعه مركزين يا اخوات، فاي الفريقين احق بالامن، مين اللي احق بالامن؟ مين اللي احق؟ مين اللي يخاف انه ما يتجوزش؟ مين اللي يخاف انه ما يلاقيش شغلانه؟ البنت المتبرجه اللي ربنا مطلع عليها من فوق سبع سماوات وخضبان عليها وعلى لبسها هي اللي تطمن، والاخت الملتزمه العفيفه الطاهره ربطة الجوامع هي اللي تخاف انها ما تتجوزش، يا سلام يا جماعه ايه ده؟ تلك اذا قسمه بيضاء، قال مين اللي يخاف انه ما يلاقيش شغل؟ الشاب الفاسد
اللي عايش حياته بالطول والعرض وما بيصليش، ولا الشاب اللي بيحضر دروس وملتزم ونزل يدور على شغل بعد ما عاد جلسة الضحى في المسجد؟ مين يا جماعة؟ فأي الفريقين أحق بالأمن يا جماعة؟ الواحد والله لما كان يتبطل في الدفعة أشوف الشلة بتاعت الملتزمين اللي هو يعني مثلا زي دكتور عبد الرحمن الصاوي زي، أشوف الناس اللي حصل لها إيه؟ وربنا رتب لها وظائف إزاي؟ وربنا كرمها في الرزق الدنيوي إزاي؟ وكرمها في الزواج إزاي؟ وبص والله يا جماعة لباقي دفعتنا وشوف المشاكل اللي هم فيها والهموم اللي هم فيها والرفقة اللي هي فيها. الواحد يستغرب والله يا جماعة. يعني أنا فاكر في التكليف، التكليف حاجة كده زي الجيش بتاع الدكاترة كده. التكليف لما جه عندنا في الدفعة الأول على الدفعة والدبر سعيد الأول ده أقرب حاجة. أنا فاكر والله إن سبحان الله حصل موقف معايا كده، جت في مستشفى جنب البيت بتاعي. يعني ممكن حتى استخسر ركب لها تاكسي بجنيه. قال لها إزاي يا جماعة؟ مين اللي بيرتب؟ مين بيرتب لك؟ كنت لما أقعد مع زمايلنا الخير ملتزمين وأشوفهم بيتناقشوا في هموم الدنيا إزاي؟ والله يا جماعة أضرب كف بكف. تبقى أنت قاعد ترمي فرص الدنيا اللي بتعرض عليك وقاعد ترفضها لأنك أنت مش عايز تقرع نفسك بيها، وهم يعني سبحان الله لو عرفوا الفرص اللي أنت فيها والله يا جماعة ما يصدق. سبحان ربي، أي الفريقين أحق بالأمن يا جماعة؟ رقم 4 القلب الشاحنة. القلب الشاحنة ده ايه؟ المصطلحات الكعة اللي انت جايبها لنا النهارده دي. القلب الشاحنة ده انا جبتها منين؟ كنت مرة شفت رؤية كان فيها النبي عليه الصلاة والسلام واقف على طريق طويل. كان طريق فظيع، طريق يعني طريق طويل جدا. والنبي واقف ومش راضي يدخل حد غير بعد اذنه. فلقيت سيدنا يعني الرؤية فيها كده سيدنا ابراهيم وسيدنا موسى جايين هما الاثنين وكل واحد راكب شاحنة ضخمة جدا. فانا بصيت للنبي كده يعني معقول النبي مش هيقدر يخليهم يعدوا؟ فالكلمه اللي انا فاكر ان النبي عليه الصلاه والسلام قالها قال ايه؟ ما كان لنبي ان يقف في طريق نبيين، كلمه زي دي وسابهم يعدوا. لما استيقظت وبدات افكر ايه الشاحنه اللي هم راكبينها؟ قلت دي قلوبهم، ده قلب كل واحد منهم، قلب شاحنه، قلب في الطريق الى الله ما فيش حاجه تقف قدامه ابدا. الشاحنه دي لو انت راكبها وقف في وشك جدار تمسكه، وقف في وشك مخاضه ولا بحيره تعديها، وقف في وشك اي حاجه تهدمها. قلوبك الشاحنة يا جماعة، مفيش حاجة بتعطلها عن السر لله ابدا. هل انت قلبك قلب شاحنة؟ يعني ايه قلب شاحنة؟ زي سيدنا سليمان كده، اسقط ووهبنا لداود سليمان نعم العبد. شايفين النشان؟ شايفين النشان اللي ربنا علقه على صدر سيدنا سليمان؟ نعم العبد انه ايه؟ اواب. إذ عرض عليه بالعشي، العشي اللي هو وقت جلسة من العصر للمغرب في الذكر، إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد، الخيل الجميلة اللي بترفع رجل وتنزل ثلاث رجلين، حاجة آخر جمال. فقال أحد يبص لها كده نسى الذكر وقعد يتأمل في جمالها لغاية ما الشمس غابت. فأول ما الشمس غابت أو أول ما الخيل غابت سأل نفسه فقال إني أحببت حب الخير يعني حب الدنيا عن ذكر ربي. أنا الدنيا تلهيني عن ذكر الله؟ أنا حاجة من أعراض الدنيا تلهيني عن ورد عبادة متعود إن أنا أأديه كل يوم لله؟ أنا الدنيا تفتني عنك ولو فيها يا رب ردوها علي هتوها. فطفق مسحا بالسوق والأعماق. فأحد الأقوال ما هو ده بقى لا ليه يا جماعة؟ مفيش حاجة تعطلني عنك يا رب أبدا. قلوبك الشاحنة يا جماعة. قلت كان احد الاخوة مرة بيتفرج على ماتش كورة وهو بيقرأ افكار المساء. فالماتش فضلوا يلعبوا لغاية ما المغرب ادبا فنسى الافكار. فبيقول لي يعني بعد ما الشمس غابت كان عايز ينزل يذبحهم يعني. فيا جماعة والله يا جماعة قلوبك الشاحنة يا جماعة. قلبي مفيش حاجة تعطلها عن ربنا ابدا. سيدنا موسى لما ضحى بالخيل ربنا اداله ايه؟ فسخرنا له الايه؟ الريح الاسرع مليون مرة من الخيل. سبحان ربي، من ضحى لله بشيء عوضه الله من جنسه ما هو خير منه. سيدنا سليمان يا جماعة مفيش حاجة تعطلنا عنك يا رب ابدا. يعني ايه؟ يعني الناس تركت الدنيا، الناس ما تركتش الدنيا. ما سيدنا سليمان طلب الملك بس سخره في ايه؟ في الدعوة الى الله. طب ما سيدنا ايوب طلب الشفاء بس ليه؟ لما لقى الناس هتفتن من المرض اللي هو فيه ويقولوا لا ده اللي بيمشي في السكة دي بيفتلى. يا رب فرج كرب عشان يصدقوا انك كريم يا رب. يا رب فرج كرب عشان يصدقوا انك انت بتمن بالكرامات والعطاءات على اوليائك يا رب. طب ليه سيدنا زكريا طلب الولد لما قالوا اني خفت الموالية من ورائي؟ مين اللي هيشيل الدين من بعدي؟ مين اللي هيدعو الشباب؟ مين اللي
هيدعو الناس؟ مين اللي هيدعو النساء؟ لازم يكون الهم ده جواك. ليه سيدنا يوسف طلب الخروج من السجن؟ مش عشان يلحق يبني له بيت دورين ولا يلحق يتجوز ويخلف عيلين، عشان يلحق يدعو اهل مصر الى التوحيد. قال يبقى طلب الدنيا بس عشان الدين؟ طلب الدنيا برضه وهم قلوبهم كالشاحنه وجهتها هي الله. شايفين المعاني يا جماعه؟ يا جماعه طهاره الزحلقه والفلتره والكلام ده ربنا بيقوله لنا في القران عشان انت وانت وانت تطبقوا الكلام ده، عشان انا وانتوا يا جماعه نطبق الكلام ده. ربنا ما قالناش الكلام ده في القران عشان نحكي حواديت، لا لا يا جماعه ده كلام ربنا عشان نطبقه، عشان ربنا يعرفنا نمشي بيه ازاي ونصل في الطريق الى الله سبحانه وتعالى ازاي. يا جماعه قلوب الشاحنة، قلوب الشاحنة يعني الكلام العمل اللي انت عايزه من الكلام ده ايه؟ الا يشغلك اي شيء من اشياء الدنيا عن اوراد عبادتك مع الله. عندك اوراد عبادة، اوراد العبادة دي تسير فيها في الطريق لله. طيب وبعد كده اعمل في الدنيا اللي انت عايزه. عندك اوراد اسبوعية، اوراد اسبوعية زي ايه؟ زي انك انت بتصوم اثنين وخميس. ها ويا رجالة الناس اللي لها اوراد اسبوعية يقولوا وافتحنا الدرسين في الاسبوع، وايه كمان؟ ها وبتروح تسمع قرآن مرتين، وايه كمان؟ وبتروح الساعة 9 الصبح ولا 10 الصبح صلاة الجمعة كل جمعة. وعندك اوراد يومية، بتقعد من المغرب للعشاء مثلا في الجامع بتسمع شريط كل يوم، شريط كل يوم. الملتزمين الجدد يا جماعة اخطر حاجة تثبتك، واخطر حاجة تعليك، واخطر حاجة تشحنك وتفهمك انك تسمع شرايط على قد ما تقدر. اوعى تستخسر والله سماع شرايط وقت. كل ساعة تديها في سماع شرايط ربنا يديك بقى بركة في دنيتك وفي دينك وفي التزامك وفي ثباتك. تسمع شريط كل يوم وايه؟ تصلي لك ركعتين قيام الليل وايه؟ وورد القران. دي اوراقك اليوميه والاسبوعيه ما تتزحزحش عنها. يا عم الراجل الطيب، انا راجل لسه جديد، انت بتكلم ناس قديمه، انا راجل لسه جديد. يا حبيب قلبي ماشي، لو انا ماشي في سكه بسرعه 150 كيلو وانت على نفس السكه بسرعه 5 كيلو انت هتوصل وانا هوصل. خد بالك من الاوراق بتاعتك اللي على قدك في الاول، الحاجات البسيطه اللي في الاول، ولكن كل واحد يحافظ على اوراده. تاني حاجه يا جماعه كلام عملي هنا، ان اوعى حاجه تشغلك عن طريق ربنا سواء كانت دنيا او معصيه. يعني ايه؟ في ناس لما بتيجي يا جماعه وتقع في وسط الاسبوع ما بتجيش تاني. ما ينفعش يا جماعه. يا حبيب قلبي مش طبيعي انك تقع. انت عامل الوقت زي واحد لابس جلابيه بيضاء ونظيفه قوي، فهم هو واقف في الشارع عربيه عدت بسرعه قامت جايه العجل بتاعها في بركه طين قامت مطرطش عليه اتوسخ. قام باصص للجلابيه لقاها اتوسخت، قام نازل مبرطع في بركه الطين. في ايه يا ابني؟ ما هي باصت باصت بقى خلاص. باصت باصت ايه يا حبيبي؟ يا جماعه يا جماعه ايه يعني حته اتوسخت؟ تنضفها تاني وتعالى. يا جماعه خليك وانت في طريق الالتزام قلب شاحنه، مهما وقعت تقوم تاني وتكمل. يا اخوانا في واحد على ما بيلتزم بياخد اسبوع واحد، شفتها بعيني، وفي واحد على ما بيلتزم بياخد ثلاث سنين، في واحد اخ بيجي هنا على ما بيتربى قلبيا ويترقى بياخد شهور والله بس يا جماعه، وبيبقى راجل وايمانياته عاليه جدا في السماء، وفي واحد بيقعد خمس ست سنين ولسه زي ما هو في مكانه. ايه الفرق؟ كان احد الاخوه مره يعني ايه؟ يعني كان اتنين ملتزمين يعني منهم واحد ملتزم جديد يعني وكده، فشاف لهم شاف رؤيه للاتنين دول ان في جبل وفي سلم طالع للجبل ده. فالاتنين طلعوا يجروا على السلم، فهم واحد منهم طلع يجري 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 وقام طلع السلم كله طلع الجبل، والتاني اللي هو كان اقدم في الالتزام شويه طلع يجري طلع خمس خطوات وقام نزل تنس. هو ده الفرق يا جماعه بيننا اللي بيفضل بيننا احنا قاعدين الوقت. في واحد يا جماعه بيطلع السلم بسرعه، راجل عنده عزيمه قلب شاحنه مفيش حاجه تعطله ابدا، لا ابرح حتى ابلغ. الشعار بتاعه جميل، كنت ايام الكليه معلق ورقتين قدامي كده قدام الترابيزه قدام ترابيزه المذاكره، ورقه مكتوب عليها لا ابرح حتى ابلغ مجمع البحرين، وورقه مكتوب عليها ولقد عهدنا الى ادم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. واحد اقول لنفسي اختار، عايز تبقى راجل ولا عايز اختار لنفسك حاجه من الاثنين، اختار لنفسك. القلب فائق، عايزين نطلع بسرعه. في واحد وهو بيجري في طريق الله لما يقع اي وقعه في معصيه ولا فتنه ولا حاجه يقوم بسرعه وينفض هدومه ويجري تاني بسبب. وفي واحد يقف قدام كل وقعه ويقف قدام كل فتنه ويقف قدام كل ازمه لغايه ما السنين تمر عليه وهو لسه واقف في مكانه. رقم خمسه، تعلق القلب بالله المورث للتوفيق والسداد. الافتقار يا جماعة، الافتقار يا اخي الكريم، لن تصل الى الله الا بالله، وهو ده حقيقة قول الله ونيسرك لليسرى. يعني ايه؟ يعني في واحد
ميسر ليه الطريق بس هو مش ميسر للطريق. ممكن تلاقي شاب كل الصحبه بتاعته التزمت وقدام بيته درس وكل اصحابه بيدعوه وفي 100 واحد مستعدين يساعدوه وفي 1000 شريط قدامه ما بيلتزمش برضه. هو الطريق ميسر ليه بس هو مش ميسر للطريق. لن تصل الى الله الا بالله. اعرف ده كويس جدا. اعرف ان الفتح على قدر الافتقار. على قد ما تقول يا رب انا محتاج لك، يا رب كن معايا، يا رب وصلني ليك، يا رب قربني منك اكتر، يا رب ليس لها من دونك كاشفة، يا رب حاولت 100 مرة ومش قادر ارتقي في طريق الدين. طول ما هتفتقر الى الله، الله هيفتح عليك وهيساعدك. الدين ده كله مجموعة من الفتوح يا جماعة. كل حاجة فتوح. ازاي؟ العبادة فتح. اياك نعبد واياك نستعين فتح. انا محدش يدعوك ربنا سبحانه وتعالى. انت ممكن ربنا يشرح لك صدرك للعبادة ويبقى ربك خير وممكن تلاقي نفسك مقفولة. الدعوة فتح وداعية الى الله باذنك. ممكن تكون فصيح وعندك علم وعندك ناس تدعوهم ومش عارف تتكلم في الدين، وممكن يكون مستواك اقل من كده وفي ناس كتير بتلتزم على ايديك. الجهاد فتح. ولو ارادوا الخروج لاعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم. واحد يجاهد بس ربنا او هو ممكن يجاهد بس ربنا اللي كره انبعاثه. العلم فتح. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. الهداية اللي انتوا فيها دي فتح. اوعى تفتكر انك دخلت الجامعة بمزاجك ولا باذنك، ده بامر الله وبرحمة الله وبمن الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. لو كانت الهداية بالزكاة فينا فتكة مننا كلنا برا الجامعة عمرهم ما دخل. لو كانت الهداية بالغنى في ناس اغنى مننا 100 مرة برا الجامعة عمرهم ما دخلوا. ده دي منحة من الله. منحة من الله. عايز تزيد ليه؟ قول يا رب زدني قربا منك يا رب. يا رب زد علي رضا يا رب. يا رب من علي اكتر واكتر في طريقك. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من احد ابدا. لا يمكن ترتقص الالتزام الا بامر الله واذن الله. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. عشان كده سيدنا نوح وهو بيركب السفينة في الطوفان قال ايه؟ وقال اركبوا فيها ايه؟ بسم الله مجريها ومرساها. بسم الله دي كلمة استعانة وافتقار. يعني ايه؟ ربنا في سورة القمر بيقول وحملناه على ذات الواح ودسر. الواح يعني خشب ودسر يعني مسامير. يعني ربنا بيقول شلناه على شوية خشب ومسامير. يا رب طب ما كنت تقول شلناه على سفينة عظيمة كالاعلام. ما انت وصفت السفن بأوصاف عظيمة في القرآن. ليه يا رب الوصف التفتيكي ده للسفينة؟ زي ما انت بتسافر مصر بعربية كده اقول لك يا اخي خد بالك، ده انت تسافر على شوية صفيح وكاوتش. يعني ايه؟ يعني يا جماعة سيدنا نوح كان عارف ان السفينة دي لا تضر ولا تنفع، وان لو الله ما حفظوش من الطوفان اللي خرق رؤوس الجبال السفينة دي مش هتعمل حاجة. فكان افتقاره الى الله حتى والسبب موجود بين ايديه. ان الافتقار الى الله يبقى مالي قلوبنا حتى الاسباب نفسها فقيرة الى الله. فلو الاسباب جت يبقى نظن فقير الى فقير. عشان كده سيدنا موسى يوقف المصر فيقضى عليه ربي اني ظلمت نفسي فاغفرني. قال يستشعر بوادر الاجابة ربي بما انعمت علي فلن اكون ظاهرا للمجرمين. المصري يجي يقول له مصر بتدور عليك عشان يقتلوك ربي نجني من القوم الظالمين. يجري مش عارف يروح يمين ولا شمال ولا قدام ولا ورا عسى ربي ان يهديني سواء السبيل. يروح مدين جعان وتعبان وعطشان وملوش ملجا ولا ملاذ ربي اني لما انزلت الي من خير فقير. كل حاجة يا رب يا رب يا رب يا رب. لانه عارف ان الله هو اللي بيده كل حاجة. يبقى تعلق القلب المورد للتوفيق والسداد الاستقرار الى الله يا جماعة. رقم 6 قوة المجاهدة والعزيمة الإيمانية. إن يبقى عندك عزيمة، إن يبقى عندك قوة في أمر الله. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي. أولي الأيدي يعني إيه؟ يعني لو أنا الأوضة بتاعتي منعكشة والسرير منعكش والدولاب منعكش والأرض منعكشة، فأنا خرجت كده بره الأوضة وجيت لك في دقيقة واحدة لقيت الأوضة كلها ترتبت. أقول لك يا أخي أنت ليك 100 إيد ولا إيه؟ أنت رتبتها في دقيقة واحدة إزاي؟ أولي الأيدي يا جماعة. يعني في العبادة ليهم إيد، وفي لهم ايد، وفي السلام لهم ايد، وفي الدعوة لهم ايد، وفي العلم لهم ايد، وفي الجهد لهم كل حاجة. انتوا ازاي العزيمة دي جبتوها منين؟ قوة
قوة العزيمة دي جبتها منين؟ اهو ده يا جماعة قولي الايدي يعني عندهم عزيمة هائلة في انفاذ امر الله. قال لها خدوا بالكم يا جماعة انا لو عايز ابني عمارة اربع ادوار بمتن الاساس على قد اربع ادوار. طب لو عايز عشر ادوار لا بعمل اساس امتن. طب لو عايز ناطحة صحابة اربعين دور اساس امتن. العمارة اللي احنا عايزين نبنيها حاجة وسبعين دور اللي هي شعب الايمان بضع وسبعين شعبة. فاحنا عايزين قلبك ده يبقى اليقين والايمان فيه زي الجبال بالظبط عشان يقدر يشيل. يا عم انت بتسهلها علينا ولا بتعقدها علينا بس ولا نظامك ايه الليله دي معانا بس في الكلام؟ يا حبيب قلبي احنا زي ما قلنا طول ما انت على الطريق حتى لو ماشي بسرعه 5 كيلو هتوصل هتوصل واحده واحده يا جماعه واحده واحده. ولكن نبقى عارفين الهدف بتاعنا اللي في الاخر اللي احنا عايزين نوصل له شكله ايه؟ شكله ايه؟ ربنا بيقول والذين شاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. شاهدوا يعني ربنا سمى اصلاحك لقلبك جهاد لان الجهاد ده معركه حياه او موت. وانت اصلاحك لقلبك دي مع مساله جنه ونار. والجهاد لو انت نمت نص ساعه وصحيت تلاقي رقبتك طارت. كذلك لو انت غفلت عن اصلاح قلبك نص ساعه الشيطان يطير لك قلبك على طول. هو مستنيك انك تغفل دقيقه واحده بس. فمساله الجهاد يا جماعه يعني ايه عمليا الجهاد؟ عمليا اجاهد ازاي؟ يعني انت بتقف في الوقت في الصلاه تلاقي نفسك مش مركز. طب انا عايز اخشع، اخشع ازاي؟ تجاهد بقى، يعني ايه اجاهد؟ تسمع شرايط الخشوع في الصلاه وتروح قبل الاذان بخمس دقايق ولا حاجه تتوضى وتصلي ركعتين وتدعي ربنا بالخشوع وتقهر نفسك على استحضار عظمه الله وانت واقف بين ايديه وتقعد تسال ده وتقعد تستشير ده وتسمع الشرايط دي هي دي الجهاد بقى يا جماعه. طب انا بقرا القران وما بخشعش، جاهد بقى في القران. اجاهد ازاي؟ اسمع شرايط عن الخشوع في القران واقرا القران بتدبر. الجهاد يا جماعه انك انت تجاهد. عايزين ناس عندها مجاهده. طب انا راجل جديد انا مش هاد الكلام اللي انتوا قاعدين تقولوه ده وجهاد وعزيمه ايمانيه. يا حبيب قلبي ربنا بيقول واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. خليك هنا الزق في بيت ربنا. لما تشوف ناس بتعبد ربنا الزق حتى لو ما انتش عارف هما بيعملوا ايه. اني لا احسن دندنتك ولا دندنه معاذ. انا مش عارف حاجه من اللي انتوا بتقولها دي. خليك معانا بس ومالكش دعوه. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عينك عنهم. اوعى تشيل عينك من عليهم. اوعى تسيب صحبه الدين وصحبه الالتزام. ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا. اوعى تطع اللي ما بيعرفش ربنا وكل حياته ما بين النوادي والقهاوي والسهرات والرحلات والكلبات وال... اوعى تطيع اللي ربنا قفل قلبه عن ذكره وعن تقواه واتبع هواه وكان امره فرطا من معصيه لمعصيه من معصيه لمعصيه. خليك هنا اسمع شرايط على قد ما تقدر، احفظ قران على قد ما تقدر، احضر دروس على قد ما تقدر. يا عم الناس دي باين عليها جد قوي. اصبر نفسك يا اخي، يا اخي عم شوف لنا تاكسي ده ما بيطلعوش رحلات. اصبر نفسك، ده ما بيكلموش بنات. اصبر نفسك، اصبر نفسك على قد ما تقدر لغايه ما ربنا يرزقك الثبات على دينه. قوه المجاهده والعزيمه الايمانيه المفتاح السابع في الطريق الى الله علم التدبر في الكون. ان يبقى لينا حل في التدبر في الكون مع الله، يبقى ليك حل في التدبر في الكون. يا جماعه في قلوب تربط على النظر للسماء وقلوب تربط على النظر للنساء. احنا عايزين قلوب تربط على النظر للسماء. سيدنا محمد كان بيتعبد في غار حراء الليالي ذوات العدد يتدبر. سيدنا ابراهيم ربنا قال عليه وكذلك نوري ابراهيم ملكوت السماوات والارض ايه؟ وليكون من الموقنين ملكوت واسع. تدبر. كل اسبوع تقعد قدام الكمبيوتر كده تجيب الصور الطبيعيه اللي عندك على ارض الرزق بتاعك وتقعد تتفرج عليها وتسبح وتقول سبحانك يا رب مع عظمك. او تطلع في اي مكان خلا وتتفرج على جمال الطبيعه وجمال خلق الله سبحانه وتعالى. قال تعالى هات شرايط التدبر في الخلق بتاعت كل المشايخ. مفيش شيخ ملوش شرط عن التدبر في خلق الله. جاهد يا اخي الكريم، جاهد عشان توصل. ده من اكثر الطرق اللي توصلك لله سبحانه وتعالى. الطريق الثامن وهو اقامه علاقه قويه مع القران. كل اللي احنا قلناه ده من القران الدرس اتعلمه. وزي كلا ان معي ربي سيهدين قعدنا نتكلم فيها في الاول مقدمه وقال كل كلمه في القران هتزود ايمانك وفهمك في الطريق الى الله. طب احنا ليه بنقع؟ ليه ما بنثبتش؟ ربنا بيقول ايه؟ فنسي ولم نجد له عزما. لانك بتنسى. انت لو تفضل فاكر الكلام اللي بتسمعه في المواعظ عن الجنه والنار وعظمه ربنا اللي يمكن تقع، انما بتنسى. طب ما انساش ازاي؟ الايه اللي قبلها على طول في سوره طه فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل ان يقضى اليك وحيه. خليك مع كتاب الله. طول ما انت مع كتاب
حاجه بالله مش هتنسى ابدا, هيفكرك بكل حاجه طول ما انت مع كلام الله يفكرك. يا جماعه عايزين نحفظ قران ويبقى لينا ورد قران ونقوم الليل بالقران ونتنقل في فهم القران, يبقى في علاقه بيننا وبين كتاب الله. كل ده هو ده طريق التربيه القلبيه, ده على قد ما تاخد منه على قد طريقك الى الله ووصولك الى الله سبحانه وتعالى. يعني في يعني اخر عنصر في المنظومه اللي احنا بنقولها الليله في يعني الكلام اللي احنا بنستنبطه من قصص الانبياء الليله, الصناعه الربانيه بقى, ان ربنا يصنعك, ان ربنا يرتب لك. يعني كنت مره قاعد مع احد المشايخ من اكبر مشايخ مصر, ربنا فتح عليه في الدعوه وفي الفهم وفي حب الناس, فبيقول لي انا قعدت افكر كل اللي ربنا ادهولي ده ادهولي ليه, ما لقيتش غير سبب واحد. انا ما اديتش حاجه ربنا عشان يديني كل ده, اداني كل ده عشان حاجه واحده, عارفين ايه يا جماعه؟ الرغبه. الرغبه ان انا كنت عايز, ان هو كان عايز بصدق انك يبقى عندك رغبه صادقه حره, انك تبقى عايز فعلا ربنا بصدق, عايز ربنا يستعملك بصدق في الدعوه او في العباده او يخليك في وسط الشغل بتاعك قدوه لاخلاق الدين وتعاملات الدين او او او, عايز ربنا يستعملك بصدق على قد ما يبقى عندك صدق رغبه على قد ما ربنا يستعملك. اصدق الله يصدقك, اصدق الله يصدقك. سيدنا عمر كان بيرفع ايده للسماء قدام الصحابه ويقول اللهم ارزقني شهاده في بلد نبيك, فكان الصحابه يستغربوا بلد نبيك هي المدينه فيها حرب اصلا عشان تموت شهيد فيها يا عمر بن الخطاب؟ ربنا رتب له موته, مات شهيد في بلد رسول الله وهو بيصلي صلاة الفجر اللي بتشهدها الملائكة, والسيدة عائشة ربنا رقق قلبها وهبت له المكان اللي كانت هتدفن فيه جنب النبي, واتدفن جنب النبي عليه الصلاة والسلام. ربنا رتب له الموتة دي, ربنا يرتب لك يا اخي. يا جماعة يا جماعة, من اراد الله اراده الله, من اراد الله اراده الله. في الاخر بقى فبهداه مقتدر, عايزين نمشي بقى في الطريق ده, عايزين نمشي ورا الكلام الجميل اللي ورا النور ده بتاع الانبياء يا جماعة, عايزين نمشي وراهم, نمشي وراهم ازاي؟ خد بالك يا حبيب قلبي, يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الاكل. قال له الدرس كل الناس بتسمعه, في واحد بيروح ينظف الهارد ديسك بتاعه, وفي واحد بيروح على قد انه يشيل النمرتين من المحمول, وفي واحد بيروح بيقول ما عادش ليه دعوه بالمعاصي, وفي واحد بيروح بيقول لا انا بعد كده مش هسيب ابدا حفظ القران, وفي واحد بيروح عايز يبقى داعيه من الدعاء الى الله. يسقى بماء واحد بس كل واحد بيخرج منه ثمره غير الثاني. عايزين يا جماعه نعرف ان القلوب درجات, القلوب درجات. انزل من السماء ماء, الحق نزل من السماء فسالت اودية بقدرها. كل قلب خد من كلام ربنا على قد ساعته الايمانية. في واحد قلبه ده مليان قرآن, وفي واحد ايتين ثلاثة, وفي واحد مفهوش ولا اية, وفي واحد مليان قلبه اغاني. كل واحد يا جماعة قلبه على قد اللي فيه. القلوب درجات, عايزين قلبنا يبقى احسن قلب, قلبك يبقى اعلى قلب. ليه؟ انت هتتعب شويه صغيرين, شويه صغيرين بقى هتقعد تزق ده اللي بيزق عربيه واقفه, انما اول ما بتلقط هي اللي بتسوقه. قلبك اما يسخن هو اللي هيسوقك, قلبك اما يسخن هو اللي هينطلق بك الى الله, هو اللي مش هيسيبك تنام قبل ما تصلي ركعتين للقيام, مش هيسيبك ابدا لو حسيت انك نزلت او فطرت الا لما تقوم وتجاهد وتروح هنا وتسمع هنا وتحضر هنا لغايه ما ايمانك ترتفع تاني, مش هيسيبك تنام من غير ما تقرا ورد القران بتاعك. قلبك لو سخن مش هيسيبك اعمالك ترفع يوم الاثنين والخميس وانت بتصايم, مش هيسيبك الملك بيتنزل في الثلث الاخير وانت نايم. قلبك لو سخن ولو شئنا لرفعناه بها, الايه اللي انت بتسمعها في القران ده في الصلاه ولا في التلاوه هترفع قلبك يبقى تحت عرش الله سبحانه وتعالى. ليه؟ لانك انت قلبك خلاص انت تعبت معاه شويه وبعد كده هو اللي انطلق فيك بيك في الطريق الى الله سبحانه وتعالى. يا جماعه يا جماعه, احنا في حاجه بتشدنا لفوق وحاجه بتشدنا لتحت, ولو شئنا ايه لرفعناه بها, يبقى في حاجه بتشدك لفوق كلام الدين وكلام الهدايه, ولكنه اخلد ايه الى الارض الى دي لتحت, يبقى في حاجه بتشدك لفوق وحاجه بتشدك لتحت للارض. لازم تجاهد لغايه ما يبقى كميه الايمان اللي في قلبك يتغلب على اي حاجه بتشدك للارض وشهواتها, لغايه ما يبقى كميه الايمان اللي في قلبك فوق اي فتنه هتشوفها بره, فوق اي بنت متبرجه هتشوفها بره, فوق اي واد شاب بعربيه وسكسكه هتشوفيه بره, فوق اي منظر هتشوفه في التلفزيون او في الدشه او في الكمبيوتر, اي اغنيه هتسمعها, فوق اي كلام. لازم يكون كميه الثبات اللي في قلبك فوق اي حاجه عشان
مليئا لك بعطاءات الله. اللي هيعمل اللي احنا قلنا عليه ده يا جماعة, اللي هيبقى عنده علو همة في طلب الحق, اللي هيبقى عنده توحيد وجهة على الله وقصر الهم على مراد الله, اللي هيبقى قلبه قلب شاحنة في انطلاقه الى الله, اللي هيبقى عنده قوة اقبال الى الله وعدم تذبذب ولا تردد في الطريق الى الله, اللي هيبقى عنده صناعة ربانية واصطفاء من الله نتيجة صدقه, اللي هيبقى عارف انه لن يصل الى الله الا بالله, اللي هيبقى عارف انه لو اراد الله سيريده الله, اللي هيبقى عنده عزيمة ايمانية وقوة مجاهدة, اللي هيبقى عنده علاقة بايات الله المنظورة في الكون بالتدبر وايات الله المقروءة في القرآن بالتلاوة في كتاب الله. هو ده يا جماعة اللي هياخد اربع عطاءات من الله, اربع عطاءات هينتظرك لو مش في السكة دي. السكة دي كلها عطاءات, كل خطوة هتمشي فيها, كل مجهود صغير هتبذله هيتناثر عليك من فتوحات الله. اول عطاء ربنا هيديهولك في السكة دي الفتوحات الدينية والايمانية. ربنا هيفتح عليك بالدين لنهدينهم سبلنا, هيفتح عليك من وسع من حيث لا تدري, هيملأ قلبك بالايمان وهيسر لك سبل الدين وهيسر لك الطريق اليه. يبقى اول حاجة تيسير الهداية وفتوحات الدين. تاني حاجة ربنا هيديهولك في الطريق ده العطاءات الدنيوية. الكلام ده والله لولا ان الواحد مجربه, وممكن الواحد لو شرح الحاجات اللي شافها في حياته نقعد هنا مع بعض كذا درس مع بعض كذا درس الواحد يحكي لك. لازم يا جماعه, امال انا هطلع اضحك عليكم؟ هطلع اقول لكم كلام انا ما جربتوش؟ هطلع اقول لكم كلام انا قريته في كتب وانا ما دقتوش؟ لازم الكلام ده اكون انا ماسكه في ايدي كده اهو يقينا بالله وثقه في الله. كان الشيخ كشكي يعني وراء المنبر كده يقول مين اللي يقدر يعمل لي حاجه؟ ده انا احط التراب في ايدي واقول يا رب خلي ذهب يخلي ذهب. سبحان الله. والله سمعتها من احد المشايخ فكان بيقول جزاك الله خيرا على ثقتك في الله. لما تعامل ربنا هيبقى عندك ثقة في الله, هتبقى انت مسك جربت ربنا بقى. سبحان الله, وربنا بيتجرب. انما شفت بايديك, شفت بعينيك ولمست بايديك فجربت الكرامات والعطاءات الدنيوية اللي ربنا هينزلها عليك وانت ماشي في الطريق. تالت حاجة ربنا هيفتح عليك بيها اجابة الدعاء, انك لما ترفع ايدك للسماء قبل ما تنزل ايدك اجابة الدعاء تتنزل مع تنزيل ايدك. اجابة الدعاء اللي اصبحت الوقت 90% مننا ما عادش بيحس بها في حياته اصلا من شدة غضب الله على البشر وعلى معاصي البشر. رابع حاجة الرؤى الموجهة والمبشرة. كفاية انك تنام تشوف النبي في المنام, كفاية انك تنام عليه الصلاة والسلام, كفاية انك تنام تشوف سيدنا عمر ولا تشوف الانبياء ولا تشوف الصحابة ولا تشوف مصعب ولا تشوف معاذ في المنام. كفاية والله يا جماعة, يعني كفاية انك انت تنام تبقى ناوي انك انت رايح درس معين هتدي فيه مثلا درس رايح درس هتدي فيه موضوع معين, تنام تشوف رؤية لا ادي درس كذا. يا سلام وانت رايح ده طاير, ربنا هو اللي بيقول لك اتكلم عن كذا. كفاية والله يا جماعة عطاءات ربنا ليك وانت ماشي في هذا الطريق. طول ما انت ماشي في هذا الطريق هتتناثر عليك من بين يديك ومن خلفك عطاءات الله وفتوحات الله في دينك وفي دنيتك وفي كل ما تتمناه وما ترجوه. ومن سلك طريقا ورد على اهله. اللهم اهدنا وارض عنا, اللهم اهدنا وارض عنا, رب اهدنا اليك صراطا مستقيما, رب اهدنا اليك صراطا مستقيما. اللهم اخلص حياتنا لك, اللهم اخلص اعمارنا لك, اللهم اخلص جهودنا لك. رب اجعلنا مسلمين لك, سلما لك, مخلصين لك, مخلصين لك. اللهم لا تجعل في قلوبنا إلاك, اللهم ما لنا غير عونك نتبلغ به رضاك, اللهم ما لنا غير توفيقك نتبلغ به هداك. اللهم لا تجعل في قلوبنا إلاك, ولا تجعل همنا إلا رضاك, ولا تجعل رغبتنا إلا إليك, ولا تجعل توكلنا إلا عليك. واملأ قلوبنا حبا لك وشوقا للنظر إلى وجهك ويقينا بك وثقة فيك وتوكلا عليك وخوفا منك يا رب العالمين. اللهم إنا نبتهل إليك ابتهال العاجز الضرير, اللهم إنا نتوسل إليك توسل الطائع المسكين. يا رب ليس لنا سواك فندعوه, يا رب ليس لنا سواك فنرجوه. اللهم خذ بنا
وصينا اليك. اخذ الكرام عليك يا رب، لا تذرنا عن كتائهين يا رب، لا تذرنا على بابك منتظرين يا رب. افتح لنا الابواب اليك رب، اهدنا اليك صراطا مستقيما. اللهم اعنا على انفسنا، اللهم اعنا على الشياطين ووسوسة الشياطين، اللهم اعنا على اهوائنا، اللهم اعنا على فتن الدنيا. يا رب الا تصرف عنا فتن الدنيا نصب اليها ونكون من الجاهلين. يا رب الا تثبتنا نعد الى ما كنا فيه عن طريقك يا رب العالمين. يا رب ثبتنا على طريقك حتى نلقاك، يا رب ثبتنا على طريقك حتى نلقاك، حتى نلقى نبيك على الحوض. اللهم فرح نبيك محمد بنا على الحوض، اللهم فرح رسول الله بنا على الحوض يوم نلقاه، اللهم فرحه بنا على الحوض يوم نلقاه يا رب العالمين. يا رب العالمين اللهم ارزقنا لذة النظر الى وجهك الكريم. اللهم انا نسألك الفردوس الاعلى، اللهم انا نسألك الا تخرجنا من ليلتنا هذه في بيتك هذا الا وقد غفرت لنا ذنوبنا وبيضت لنا وجوهنا وكتبت لنا الثبات على دينك حتى نلقاك يا رب العالمين. يا رب ثبتنا على دينك حتى نلقاك. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. يا رب اجعل تفرقنا بعد ان نتفرق في هذه الليلة تفرقا معصوما. يا رب لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. يا رب اعنا على قيام هذه الليلة، يا رب اعنا على قيام هذه الليلة، يا رب شرفنا بالقيام بين يديك في هذه الليلة يا رب العالمين يا ارحم الراحمين. اللهم انا دعوناك كما امرتنا فاستجب لنا يا اكرم الاكرمين كما وعدتنا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك.